نرحب بضيفتنا في الاستوديو روان صليبي، اخصائيه علم الحركه والرياضه الاستشفائيه. مساك الله بالخير. مساء الخير استاذه، شكرا نورتينا في الاستوديو. يعطيك العافيه. طبعا من الممكن كثير ناس ما يعرفون شيء عن علم الحركه وشو علم الحركه. نبيك تعرفينا شو علم الحركه. أوكي، علم الحركة بشكل بسيط هو علم عن كيف الجسم بيتحرك، مو بس من ناحية فيزيولوجية، بس بنتعلم عن الأعصاب، عن كل جزء من الجسم وكيف الرياضة ممكن مو بس تأثر على حركة الجسم باللعب الرياضة، بس حركة الجسم لعلاج أمراض طبية ولتقوية الجسم جسديا وعقليا. نعم جميل. أستاذة، يعني ذكرت أن يعني علم الحركة ممكن أن يعالج بعض الأمراض، خلينا نتكلم مثلا عن الزهايمر، هل ممكن أن يساعد هذا العلم على العلاج من الزهايمر؟ شكرا على السؤال اللي كتير جيد وكتير مهم. مرض الزهايمر هو نوع من عدة أمراض، في تراجع بالدماغ أو بالعقل، ونحن ما بنشوفه لحتى يصير التراجع بالذاكرة شديد، بس وقت لنوصل لهالمرحلة بيكون تراجع أو تقدم المرض لدرجة شديدة. بس المرض ببلش أولاً أغلبية الوقت بالتغير بالشخصية، وهي بتبين مثلا حدا هادئ فجأة بيصير بعصبة، بعدين التغيير بالتصرفات، مثلا بيصير يوقع أو يوقع الأغراض بدون قصد، وبعدين بنشوف الفقد أو التراجع بالذاكرة. بس هي المرحلة بتكون تقدم المرض لدرجة شديدة. تمام، فنحن وقت بنقدر نلقط المرض بالمراحل الأولى ونطبق نظام رياضي مع المريض، بنقدر تقريبا نوقف تقدم المرض بشكل رائع. وإذا طبعا هذا هيك أمراض إلى علاقة أو عامل جيني أو جيناتيك، فإذا الحالة اللي مع المريض حالة شديدة أو تقدم المرض سريع، فالرياضة ممكن تبطئ تقدمه بطريقة شديدة. جميل. يعني انا صراحه انا استغربت ان علم الحركه له دخل في الزهايمر، ولكن يمكن الشيء الاكبر ان من الممكن انه بعد يساعد في علاج السرطان، فكيف من الممكن يكون هالشيء؟ اكيد سؤال كثير كثير مهم. والسرطان او امراض السرطان هي معدده وبتجي باشكال والوان، والمشكله انه بكل تشكيلتها بتعب الجسم. صحيح. إن الجسم بيطلع كتير تعب منه، فنحن فينا نحط نظام رياضة بعد العمليات أو العلاجات لمرض السرطان. نعم. وبهي الطريقة بنقدر نساعد المريض إنه بسرعة يرجع على الحياة اللي كان عم يعيشها، يتعافى ويقوى جسمه جسديا وعقليا. مو بس بعد العمليات، كمان قبل العمليات نحن ممكن نطبق بروجرام نقدر نقوي الجسم قبل ما يفوت على العملية. مثلا إذا وحدة عندها مرض الثدي وعندها عملية بعد شهرين ثلاثة، نحن بنحط لها بروجرام رياضة خاص بها، وعن طريق أن حسنا مثلا منقوي طبعا كل حالي إلى النظام خاص. بس نحن فينا نقوي الإيدين مثلا، الكتاف، جهاز التنفس، القلب، مشان الجسم يفوت على العملية قوي، لأنه وقت الجسم بفوت على العمليات هو قوي، نسبة نجاح العملية بترتفع، والاحتمال أنه يصير في أي مشاكل بالعملية ينخفض، وبعد العملية بيرجع الشخص أو المريض على الحياة بسرعة وبثقة بالنفس، في عند الريكفري اسرع. تماما. وبيرجع مو بس جسديا وعقليا قوي على الحياه اللي جميل. حلو. انزين استاذه، بالنسبه للاطفال، يعني نحن ملاحظين انه في بعض الاطفال عندهم تشتت انتباه، فما اعرف اذا هذا نقدر نسميه مرض، كيف ممكن احنا نساعدهم ان يعني يزيد التركيز عندهم بالحركه؟ سؤال ممتاز ندى. مع الاطفال ومع هيك هلا طبعا حسب شدية التشتت الانتباه فينا نحط ونشخص، بس اجمالا مع الاطفال اللي معهم مرض مثلا ADHD، نعم، طلع الرياضة بتلعب دور مهم برفع الانتباه والتركيز عند الأطفال. نحن لاحظنا أنه وقت منحط الأطفال بدورة أو بروجرام أو جلسة رياضة، بعدها بترتفع نسبة أو التركيز والانتباه عندهم لساعات بعد لعب الرياضة. وهذا الشيء كتير مهم، لأنه نحن عم نتعامل مع أطفال. الأطفال بدنا نحاول قدر الإمكان ما نعرضهم للأدوية اللي دائما أغلبية الوقت بيكون عليها أو عندها
أعراض جانبية. أعراض جانبية تماماً. فنحن بدنا نحاول إذا بنقدر نستغل الرياضة كعلاج أو لنرفع نسبة الانتباه والتركيز عند الأطفال، فلازم نستغلها، لأنه لازم نبنيهم بطريقة جسدياً وعقلياً قوي، وما نعرضهم للمواد بالأدوية. يعني أنا صراحة حبيت المعلومات هذه، وممكن إني بعد أتعمق شوي في موضوع علم الحركة. يعطيك ألف عافية صراحة على المعلومات هذه. يعني نحن سعيدين بوجودك معنا روان صليبي، أخصائية علم الحركة والرياضة الاستشفائية. شكرا لك على النصائح وهذه المعلومات القيمة اللي فرحنا فيها. يعني شكرا تواجدت ويانا اليوم في الاستوديو أستاذة. شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى هالفرصة السعيدة وعلى الفرصة أن نحكي بهيك موضوع كتير مهم للكل. صحيح بالفعل.